خوتي شاكمان. يا لطيف يا لطيف، حادث مرور أليم. طريق راهي مبلعة والله. دائما خوتي أقول لكم في التأني سلامة، في العجلة ندامة. شاكمان دخل في الطريق، دخل الكاميو، خرج تروازيام بوزيسيو، يعني كارثة والله كارثة. ونتأسفوا خوتي باش يعود سائق شاحنة يلحق التروازيام بوزيسيو، يعني والله كارثة. لكابين طارت الدنيا، الإنسان كي يتقاس خوتي تتقاس له رجله، والله يتقاس صبعه، خسر في لافير خوتي. ساعدوا رواحكم خاصة. شوف هذو الناس، شوف أخطاء يعني فادحة، شوف الراي دور، شوف يعني والله نتأسف. ناس تجي سارعة، شوفوا خوتي أني سلياني لهم، شوفوا الناس مش راي الدير، هم يدوروا في لوطرود والله لا رمي يدوروا باش يدخلوا على واحد البلاصه من ثم يهبطوا البيشتا ويروحوا. شوف أني سلياني لهم، شوف بالفار الناس راه جايه سرعه. هو بالعقل ناس كاملة يعني متهور لدرجة يعني ما تصورش خوتي والله العظيم. يعني ساعدوا رواحكم وليداتي تحديد، راه ما يرحمش جامي تقول راني راكب او كاميو برونيوم جديد دبل في، ادخل في شاكمان، شاكمان طلع فوق الحيط، يعني كارثة. لكابين بعيد الشر عليكم، الرومور كان لحقت حتى لهنا، يعني ما قعد فيه والو. يعني الناس يعني والله العظيم يعني رانا حطمنا الرقم القياسي بالتأني سلامة، في العجلة ندامة، السياقة رفن وأخلاق وتربية. هذه بلاصة هنا رانا في عين كريمية في واد الفضة، هذيك نقول كيف أسرالو كاين فضاء للراحة، كاين شاكمان خارج من البلاصة نتاع فضاء للراحة، والسيمي جي دوبلي تروازيام بوزيسيو دخل فيه، ومانيش عارف واش صرا. انا ما من بعد نتبع الفيديو ونقول لكم، يعني والله العظيم نتاسفوا خاوتي نتاسفوا، او حرام عند ربي العالمين. ساعدوا رواحكم وليداتي، وخاصتك تعود طالع في الجهه تاع وهران، يعني السمش ناطحه فيك، الشروق والغروب راه مصعب ياسر، واليوم راه سخانه راه 34 درجه. انا نمشي ونعرق وتتعب، والناس لها تمشي مسافات طويله. إنسان شفت روحي عيان ولا نقاري في بلاصة نرتاح ربع ساعة، خمسة دقائق، عشر دقائق، والروح في الأمان، وعلى الإنسان يعود يدير كيما هكذا. ناس ياسر معوقين، ناس ياسر أرامل، وناس ياسر تعاني. ربي إن شاء الله يحفظكم خاوتي ويسعد رواحكم. السلام عليكم ورحمة الله.